صباحكم مشاهدينا بكل خير. الأولوية للحدث، نستذكر وإياكم اليوم الذكرى 21 لاغتيال النقابي عبد الحق بن حمودة، أين تنظم اليوم وقفة تذكارية لرحيل هذا الفقيد الذي دافع عن الطبقة الشغيلة بساحة أول ماي بالجزائر العاصمة. وتلتحق معنا عبر المباشر موفد تلفزيون النهار إلى ساحة أول ماي إيمان طبيب. صباح الخير إيمان، وهل لك أن تصف لنا الأجواء هناك؟ صباح الخير زميلتي زهور، صباح الخير إلى كل السادة المشاهدين. نعم، نحن هنا في مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أين يحيى الذكرى 21 لوفاة المناضل عبد الحق بن حمودة. كما ترين معي وكما يرى السادة المشاهدين، العشرات من النقابيين وكذا بعض الإطارات من الحكومة الجزائرية جاءت إلى هنا لإحياء الذكرى 21 لوفاة المناضل عبد الحق بن حمودة. إذن المشاهد تعبر عن هذه الوقفة، وقفة ترحم وتذكر لخصال النقابي الفد المناضل لحقوق الطبقة العمالية. ونستذكر اليوم الذكرى 21 لاغتياله، اغتيال النقابي عبد الحق بن حمودة، رجل كسب حب الطبقة الشغيلة بدفاع عنها. إذن هذه الصور تصلكم مباشرة من مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بساحة أول ماي بالجزائر العاصمة، إلى نرصد لكم هذه الوقفة التذكارية أو للترحم على روح الفقيد في ذكرى 21 لاغتياله. نذكر فقط أن عبد الحق بن حمودة ولد عام 1946 بقسنطينة، وأقتيل في مثل هذا اليوم في 28 جانفي 1997 بالجزائر العاصمة، أين ولد بن حمودة وسط عائلة متكونة من 5 إخوة وأختين. إذن نذكر مشاهدينا أن هذه المشاهد تصلكم مباشرة من مقر اتحاد العام للعمال الجزائريين بساحة أول ماي بالجزائر العاصمة، وقفة ترحم وتذكار لخصال الفقيد فقيد الطبقة العمالية الذي ناضل وكافح من أجل هذه النقابات العمالية، السيد عبد الحق بن حمودة، والذي اقتيل في مثل هذا اليوم في 28 جانفي سنة 1997. إذن للتذكير فقط، سيد عبد الحق بن حمودة ولد عام 1943 بقسنطينة، واقتيل في 28 جانفي 1997 بالجزائر العاصمة. وننقل لكم على المباشر من مقر اتحاد العام للعمال الجزائريين هذه الوقفة، وقفة الترحم وتذكر خصال النقابي الفد المناضل لحقوق الطبقة العمالية. نذكر فقط بما قام به، هو عمل عبد الحق بن حمودة في قطاع التعليم وأدار لعدة سنوات تعاونية التربية والثقافة بمدرسة البرج ببوليدة، والتحق بصفوف الاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 1972 وتقلد فيه على كليات نقابية حتى انتخب سنة 1990 أمينا عاما له، وأعيد انتخابه سنة 1994. كان من أبرز المناهضين للتيار الإسلامي وأحد أعضاء لجنة إنقاذ الجزائر التي دعمت إيقاف المسار الانتخابي في مطلع سنة 1992، ودعت إلى الحيلولة دون استمرار المسار الانتخابي الذي فازت بدوره الأول الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وقد تعرض لأول محاولة اغتياله أشهر قليلة قبل المحاولة الثانية حين كان يغادر مسكنه بالقبة في مثل هذا اليوم في 28 جانفي سنة 1997 بالجزائر العاصمة. ونرصد لكم مشاهدينا كما تتابعون عبر المباشر الوقفة الترحم وتذكر لخصال النقابي الفد المناضل لحقوق الطبقة العمالية السيد عبد الحق بن حمودة.
مشاهدون مشاهدينا يتواصل حضور خصيصا الطبقة العمالية إطارات من الدولة في هذه الوقفة، وقفة ترحم وتذكر لخصال النقبي الفلد المناضل لحقوق الطبقة العمالية. إذن هذه المشاهد نرصدها لكم من أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بساحة أول ماي، وستكون لنا متابعة لهذا الحدث خلال الموعد الإخباري اللاحق. إذن نلتقي في حدود الساعة أو في تمام العاشرة. السلام عليكم.